السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاروت وماروت هما ملكان من السماء مذكوران في القرآن، نزلوا إلى أرض بابل وأنزل عليهما السحر بإذن الله امتحانا وابتلاء للناس. وكان قبل أن يعلم الناس السحر يقولان لهم أنهما فتنتان فلا تكفرون. ما ستسمعونه اليوم أقرب إلى الخيال، ولكنه حقيقة. هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله تعالى إلى الأرض بحسب الديانات السماوية وأغلب الديانات الأخرى. كان نزولهما في الفترة بعد وفاة نبي الله سليمان عليه السلام لغاية محددة سنذكرها في سياق حلقتنا. وفي تفسيرات أخرى ذكر أن هذين الملكين نزلوا بعد رفع نبي الله إدريس إلى السماء. من أبرز هذه الروايات الرواية اليهودية التي ذكرت في التلمود ولا سيما في مدراش يالكوت. ذكر هذان الملكان بأسميه شمحزاي وعزائيل أو عزازيل. تقول رواية اليهودية أن الملائكة لما رأت ما يصعد إلى السماء من أعمال ابن آدم غضبوا وطالبوا الله بأن يسلطهم على الأرض. فكان جواب الله أنكم إذا نزلتم إلى الأرض فسوف تستولي عليكم شهواتها. فطلب منه الملكان شمحزاي وعزائيل أن ينزلوا إلى الأرض ويسكنون فيها ليقدسوا اسم الله. فلما نزلا إلى الأرض ومجدي وعبد الخالق، إلى أن ارتكبوا المعاصي الكبرى بسبب فتاة رائعة الجمال اسمها في التلمود أستير وفي اللغة العربية الزهرة. تذكروا هذا الاسم جيدا، ومرتبط بمعلومات صادمة سنذكرها خلال الحلقة. الجدير بالذكر أن الكتب اليهودية تذكر عددا من الملائكة الذين سكنوا الأرض وعلموا أهلها بعض الحروف. إن عزازيل علم البشر كيفية صناعة الدروع والدروس والخناجر، كذلك مواد التجميل لإغواء ابن آدم. أما شمحزاي علمهم طرد الأرواح الشريرة، علمهم كيفية نطق التعاويذ السحرية. والملائكة براكيل وكوكبل وعصقيل وسمساول وسربيل فتولوا تعليم علوم التنجيم وعلامات الأرض والشمس والقمر لغرض معرفة المستقبل. هذا ما ذكر في الروايات اليهودية، ولكن ما قول الإسلام في هذا الموضوع؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفروا، فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما عن سبب نزول هذه الآية، فيقول ابن كثير في تفسيره أن يهود المدينة كانوا لا يسألون النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن شيء في التوراة إلا وأجابهم. لما سألوه عن السحر نزلت هذه الآية. ولما ذكر النبي محمد النبي سليمان عليه السلام قال يهود المدينة إلا تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيا ما كان إلا ساحرا يركب الريح. فأنزل الله هذه الآية ليكذبهم ويبرئ نبي الله سليمان من افتراءاتهم. ولكن هل هناك تفسيرات أخرى لهذه الآية؟ نعم، انقسم المفسرون إلى قسمين. استنبط تفسير هذه الآية من التلمود اليهودي، ومنهم من رفض الرواية اليهودية رفضا قاطعا، لأنها تتعارض ومفهوم عصمة الملائكة في الإسلام. أما الرافضون للرواية اليهودية يربطون بين نزول هاروت وماروت إلى الأرض وبين النبي سليمان عليه السلام، حيث أورد ابن كثير والطبري وغيرهم ما مختصره أنه لما سلب النبي سليمان عليه السلام ملكه بسبب مرضه الشديد وعدم قدرته على إدارة شؤون مملكته. بدأت الشياطين بالصعود إلى السماء ليستمعوا إلى كلام الملائكة، ثم يعودون أدراجهم إلى الأرض ليخبروا الكهنة أنه كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهم، فقيل لهما أني أعطيت ابن آدم عشرا من الشهوات فبها يعصونني. قال هاروت وماروت ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما انزلا فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشرة فحكموا بين الناس، فنزلوا ببابل.
حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجها، فأعجبهما جمالها واسمها بالعربية الزهرة. فقال أحدهما لصاحبه: إنها لتعجبني. فقال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم، ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا نرجو رحمة الله. فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسها، فقالت: لا حتى تقضوا على زوجي. فشربوا الخمر وزنوا، ثم رأهما شخص فقتله حتى لا يخبر أحد، فقضيا لها على زوجها. ثم وعدتهما يأتيانها فيها، فأتياها لذلك. فلما أراد الذي يوقعها قالت: ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها؟ فأخبرها فتكلمت فصعدت، فأنساها الله ما تنزل به فبقيت مكانها، فجعلها الله كوكبا وهو كوكب الزهرة، هذه التي فتنت هاروت وماروت. فلما كان الليل أراد أن يصعد فلم يستطيع، فعرفوا لهلاكن، فخيروا بين عذاب الدنيا والآخرة، فاختاروا عذاب الدنيا من عذاب الآخرة، فعلق ببابل، فجعلهم يعلمون الناس السحر. وفي مدينة بابل العراقية يوجد بئرا ومغارة تسمى مغارة هاروت وماروت، والبئر المزعوم يوجد في موقع المعبد المسمى معبد آلهة من ماخ الأثرية بمدينة بابل، والمغارة يقال إنها هي المغارة التي نزل فيها الملكان. وهذه المغارة يقصدها الكثير من السحرة، خاصة من طائفة يهودية يختلون فيها ليتعلموا السحر والطلاسم. شاركونا رأيكم في التعليقات. إذا أعجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا ادعمونا لنشر محتوانا.